من؟ يا كبد عليك يا ابني، سلامتك يا حبيبي، الف سلام يا اخوي. انت لسه صغير على الهم ده كله. شفت اللي جرالي يا امي؟ يا ما حذرتك يا حبيبي انك ما تمشيش في سكه الحرام. ما سمعتش كلامي، ما فيش فايده. نبي يا امي كفايه الكلام ده، انا مش ناقص، انا اللي فيا مكفيني. لكن قول لي بقى، انت ليه جايب شنطه هدومك معاك؟ اتخانقت انا ورشا وسبت لها البيت. اتخانقت معاها؟ وده وقت تتخانق معاها؟ اما بنت ما عندهاش دم صحيح. ظاهر يا امي ان انت كان عندك حق. يعني عرفت دلوقتي؟ عرفت انها ما تنفعكش؟ رفضت تقف جنبي وتساعدني. ما هي جعانه زي اهلها. هي جعانه دي بقى انا شبعتها. واديتها 1,000,000 جنيه وكتبت لها الفيلا باسمها. كتبت لها الفيلا باسمها؟ اخص عليها الواطيه. الست اللي ما تقفش مع جوزها في محنته ما تستاهلش عطفه وحنيته. انا تعبان قوي يا امي. يلا هطلع انام، جايز لما انام استريح وانسى اللي انا فيه. طيب يا حبيبي اطلع انت نام وارتاح، اكون انا جهزت لك الغدا و هترتاح في اوضه اخوك اشرف. ليه هي اوضتي راحت فين؟ مرات ابوك قاعده فيها. وده كلام يا امي؟ ايه اللي جابها هنا؟ رفعت علينا قضيه بتطالب بحقها في الفيلا والمحل والمدبغه. قلت خلاص احلها ودي وتيجي تعيش معانا هنا. يعني تجيبي ضرتك تقعد معاكي هنا في البيت؟ طب اعمل ايه بس يا ابني؟ هي في ناحيه وانا في ناحيه، ماليش دعوه بيها خالص. وانت عارفني كويس يا سعد، ما احبش اكل حق حد، وده حق ربنا يا ابني. والله حرام اللي بيحصل لي ده. معقوله يا ربي؟ يعني طارق ياخد فلوسي ورشا تاخد فيلتي حتى اوضتي تاخدها نعمه؟ يا رب خدني بقى وريحني يا رب. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. استرها يا رب، استرها يا رب. طمني عليها ان شاء الله خير. يا رب يا اسرف. يا رب. خير يا دكتور؟ طمني اخبارها ايه؟ ما خبيش عليكم، الحاله صعبه وخطر ولازم لها نقل دم فورا. يلا يا دكتور نقول لها مستنيين. ايه؟ مع الاسف فصيله دمها نادره ومش موجوده عندنا. هي فصيلتها ايه؟ ايه نيجاتيف؟ دي نفس فصيلتي. بجد؟ ايوه. طب حضرتك عندك القلب الضغط؟ لا 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 خالص خالص. طب احنا مستنيين ايه؟ كل لحظه بتفوت فيه خطر على حياتك. اتفضل يلا بينا بسرعه. يلا السلام عليكم. السلام عليكم يا مختار باشا. ازيك يا حسن؟ السلام عليكم يا بطيخه. الله يطول عمرك. ست هاني من نجمه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خير؟ ايه اللي حصل يا سيد الناس؟ ازيك يا ست البنات؟ لا انا قلت اعدي اخدك في سكتي نروح مع بعض. انا عندي شويه حسابات هخلصها في المكتب، يلا تعالى معايا. لا لا براحتك انت، انا عايز وحشاني قعده المدبغه كده. خلصي وانا مستنيك. خلاص مش هعوق. اذا كان كده ماشي يا حلو. انت منور يا مختار باشا. ازيك يا رجب؟ الحمد لله يا سيدي المعلمين، فضل ونعمه. احكي لي. رجب. عن اسمك يا معلم. ثانيه واحده وهرجع. لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين. مين هي البت دي؟ دي بنت حتتي وابوها صاحبي. وبنت حتتك تجي لك المدبغه ليه؟ ده محل اكل عيش. اصل حالتهم ضنك على الاخر، فابوها كان بعت لي معاها مرسال ان هو مزنوق في قرشين يعني. بس انت عارف يا معلم منين وانا لا اكل عشان اسلف. نفسي اعرف بتودي فلوسك فين. اللي جاي على قد اللي رايح. وبعدين الراجل ماشي بمثل، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في البيت. ماشي يلا ادري غير الحجر. عناية يا سيدي المعلم. ابن مرزقه. ايه ده؟ وانا مش هاكل معاك ولا ايه؟ تاكل ازاي يا سعد وانت عندك السكر؟ هو ده اكلك المناسب ولا عاوز تتنكس من اولها؟ ايوه بس ده حرام. الحرام بعينه بقى انك انت تاكل زياده، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. حتى الاكل بالنسبه لي بقى تهلكه. معلش عشان خطر على صحتك. مساء الخير عليكم. طيب اهو السلام لله. بقول لك ايه يا ست، انت عايزه تقعدي معانا هنا؟ مالكيش دعوه بينا، انت في حالك واحنا في حالنا. اريح يا اخويا، اما شم الهوا في الجنينه على ما المسلسل التركي اللي انا متابعاه يجي. طعمه؟ جاتك دحيه؟ شش عيب يا نوره. انتي شايفه طريقتها المستفزه؟ مالناش دعوه بيها يا بنتي. ايدك يا سعد.
لا ما مش هينفع كده يا امي، ما انا هاكل بقى واللي يحصل يحصل. انت جننت يا سعد؟ يا نورة الاكل ده متعتي الوحيده، معقوله اتحرم منه؟ يا حبيبي ما انت لو كلت السكر هيعلى اكتر. صدقيني يا امي صدقيني السكر اللي عندي ده سكر عرضي وان شاء الله هيروح اول ما بالي يروق. دكتور هو اللي قال لك كده؟ لا دكتور ايه ده، شكله بيشتغلني. مش هو كتب لك على دواء؟ ان شاء الله هباخده بعد الاكل. لا وتاخده ليه طالما انت مش مقتنع بكلامه؟ يعني يا نورة زياده احتياط بقى يعني مش اكتر. وكمان هتشرب مانجا؟ ما انا لازم ابلع مع الاكل يا امي. ما تبلع بميه. لا الميه بقى بعد ما اخلص المانجا. وكمان هتخلص المانجا؟ خد يا بنتي شيل الازازه دي عندي. يا امي بقى ما خلاص خلاص، مش انا قلت هاخد الحبايه بعد ما اخلص اكل؟ اتجننت. يا رب يا رب ارحمه من نفسه الاماره بالسوق دي. يوه انتوا ايه اللي جابكوا دلوقتي بس كده برضو يا رشا؟ يا بنتي ده بدل ما تشكرينا ان احنا مهنش علينا نسيبك تباتي لوحدك. وايه يا ماما الشنطه دي؟ انتوا ايه جايين على بيات ولا ايه؟ الله طبعا احنا ما عندناش بنات تبات لوحدها، وجوزك ده انا ليا كلام معاه، ازاي يسيبك بالشكل ده من غير ما يقول لي؟ ده خلاص يا بابا فلس واتجنن. يا مصيبتي فلس بقى على الحديده يا ماما خلاص، وقال ايه عايزنا نسلفه اللي معايا عشان يروح مضيعه زي ما ضيع اللي عنده. اوعي يا بت ده اكيد اتجنن. طب وهتعملي ايه؟ مش عارفه يا ماما مش عارفه. بس انتي متاكده انه فلس فلس ولا شايل حاجه تحت البلاطه؟ لا من الواضح انه فلس فلس. لا يبقى كده لازم تتطلقي منه. ده كده هيعيش معاكي طمعان فيكي. ايوه مش بعيد يخلص عليكي علشان يغرس فيكي. بعد الشر يا اخويا بعد الشر. ايه يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عيله صغيره ما تعرفيش حاجه، سيب الموضوع ده عليا انا هخلصك منه. السفيه ده وابنه اللي في بطني يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي يتربى في عزك في وسطينا. بس ربنا يستر وما يطلعش في غباوته. تستاهل الحمد يا ابني، صحة وعافية عليك. بس بصراحة بقى مش كويس أبدا اللي بيحصل ده. سيبيها على الله يا أمي. ما كله على الله يا حبيبي. ملك يا سعد، سعد، ملك يا سعد، ملك يا حبيبي، سعد. فيك يا سعد؟ الحقوني يا هنية يا نورة يا لهوي، الحقيني يا سعد. مش حاسس بيها، حاسس اني تعبان قوي. انا حذرتك وما سمعتش كلامي. في حد عنده سكر ياكل اكل انت اكلته ده ويشرب مانجا؟ انا كنت فاكر ان المرض لسه في اوله واني مش هتعب بالمنظر ده. السكر عندك عالي جدا، مش هينفع تاخد حبوب، لازم تاخد انسولين. انسولين؟ طب والعمل يا دكتور؟ لازم يتنقل المستشفى حالا. شفت يا عبد الستار، شفت المال الحرام عمل في اولادك ايه؟ ما نجاهمش زي ما كنت انت عايز، بالعكس ده نجسهم اكتر. سعد جاله سكر ومختار اتحرم من الخلفه، واشرف ابنه بين الحياه والموت،